انا بحاول في المداخله البوليس كل المداخله هي الدائره بالنسبه للموضوع اللي احنا نطرحوا فيه اليوم ان شاء الله ما نحسش نحرق المشاكل اللي تنعانيو تنعانيو بزاف ديال المشاكل وبصفه خاصه في هذا الكوفيد اللي كاين بزاف ديال المشاكل، هادشي ديال الاسعار، هادشي ديال مواد البناء، هادشي ديال الاسم المسند، هادشي ديال الاسعار، هذا الامور، هاد القضيه ديال لاكاس دي بري، هاد القضيه ديال بزاف ديال الاشياء، المشاكل اللي تعيشها المقاول. حنا اليوم حنا راه كنتم تشوفوا بالنسبه للمقاولات راه بزاف ديال المقاولات اللي راه مهدده بالافلاس. لهذا حنا تنطلبوا حنا كمهنيين وكمقاولين على المستوى ديال جهات وسط الناس تنقولوا بان خص جهات الوصيه وجهات المسؤوله وبصفه خاصه الحكومه تيخصها تعيد النظر في القضيه ديال قانون الصفقات، القضيه ديال لاكاسير بري، كما راهم تيعاونوا الناس ديال النقل ديال هادشي ديال المازوت، حتى المقاولين تيخصها تكون عندهم واحد التسهيلات في هذه القضيه ديال هادشي ديال الحديد، هادشي ديال السيما، هادشي ديال السلعه اللي كاين واحد الطلعه صاروخيه. بعد الازمه الصحيه العالميه اللي بسبب تفشي كوفيد وباء كوفيد وبعد الأزمة الحالية التي تسببت فيها تداعيات الحرب في أوكرانيا، أصبحت مقاولات البناء والأشغال العمومية تعيش اليوم أزمة خانقة تندر بعواقب وخيمة على مقاولات هذا القطاع. الأزمة هذه التي سببت في مهول في تكاليف الإنتاج وفي بطء وتيرة الأشغال. أيضا هذه التقلبات في الأسعار المفاجئة سببت في زعزعة التوازن المالي لجل الصفقات العمومية. نطالب في ظل هذه الوضعية الكارثية، نطالب التدخل العاجل ديال الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة وآليات حقيقية لإنقاذ المقاولة من الإفلاس الحقيقي. ريب كيعيش على غرار جميع الدول ديال العالم جوج ازمات خطيرين اللي هي الازمه الاوكرانيه الروسيه واللي ومن قبل الازمه ديال الجائحه ديال كوفيد 19، وهاد جوج الازمات اثروا سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى قطاع ديال البناء والشغل العمومي على الخصوص، حيث عرفات جميع اسعار ديال المواد ديال البناء والمحروقات ارتفاع مهول. هاد الشيء تسبب في مشاكل كبيره للمقاولات لان التكلفه ديال الانتاج طلعت، وهذا الشيء كيهدد الكيان ديال المقاوله بالافلاس، وكيهدد ايضا الاوراش بتوقف، وبما يمكن ان ينتج عنها ثاني تسريح ديال العمال، وهذا اللي ما كنتمناوش نوصلوا ليه ان شاء الله. هنا اولا المبادره الاولى هي هذا اللقاء هذا، ومن قبل كانت مراسلة ديال الرئيس ديال الجامعة الوطنية على الصعيد الوطني الجهات الحكومية المعنية، ولكن في الجهة ديالنا حنا خصنا نعبئوا الناس ونوعيهم ونحسوهم بالخطورة ديال الوضعية، لأن أولا اللي غيتضرر ماشي غير المقاولة بوحدها ولكن حتى الاقتصاد الوطني، وحنا كنتمناو وكنقلبوا على حلول ناجعة اللي غادي نطرحوها الجهات الحكومية المعنية باش يلقاو لنا حلول ناجعة وواقعية في أقرب الأجال للخروج من الأزمة. أنا غنحاول في المداخلة البوليس كل